السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذه السلسله المقاطع الفيديو اللي نتناولوا فيها التصحيح ديال الامتحان الوطني موحد البكالوريا الدوره العاديه 2018 بالنسبه للمسلك وعلوم فيزيائيه الدوره العاديه. دونك هذا المقطع هذا هو الجزء الاخير من هذه السلسله هذه اللي غادي نشوفوا فيها التصحيح ديال التمرين الاخير، التمرين الرابع اللي منقط على 5 نقاط ونص، والذي يعنى بالجزء الميكانيك. دونك نبداو بالجزء الاول. هنا كتلاحظوا الجزء الاول والثاني مستقلا مزيان. دونك جيد. دونك الجزء الاول دراسه حركه السقوط الراسي لكريه في سائل لزج عفوا. دونك نقراو مضمون التمرين. لتحديد بعض مميزات حركه سقوط كريه في سائل لزج، ننجز التجربه التاليه: نملئ انبوبا مدرجا بسائل لزج وشفاف كتله الحجميه غو، ثم نحرر داخله بدون سرعه بدئيه كريه متجانسه كتلتها ام كتساوي 2.2 كيلوغرام وحجمها في، ومركز قصوريا جي. ندرس حركه مركز قصور جي في معلم او جي اللي هو كالتالي، مرتبط بمرجع ارضي نعتبره غليليا. دونك الا كان هذا المعلم غليلي وكندرسوا الحركه ديال الجسم في هذا المعلم، هذا يعني اننا يمكننا نستعملوا قانون ثاني لنيوتن. نعلم موضع جي عند لحظه تي بالارتوب ايغريك، ارتوب ايغريك على محور او ايغريك اللي هو هذا، رأسي موجه نحو الأسفل كيفما مبين في الشكل واحد. نعتبر أن موضع جي منطبق مع أصل المحور أو إيكغيك عند أصل التوالي. دونك نعتبر أن دافعة أرخميدس إف أ غير مهملة، دافعة أرخميدس غير مهملة بالنسبة لباقي القوى المنطبقة على الكرة، دونك خصنا ناخذها بعين الاعتبار. ننمدج قوى الاحتكاك التي يطبقها السائل على الكرة أثناء حركتها بقوة إف كتساوي موان كا فوا في جي. هنايا عندنا معادله يعني متجهيه، دونك اف اللي هي متجهات القوه، قوه الاحتكاك هي عكس المتجهه ديال السرعه، يعني غادي تكون نحو الاله، دونك ناقص ك، هنا كاين واحد معامل التناسب، حيث في جي متجهات السرعه تجي عند اللحظه تي، وك معامل ثابت موجه. نذكر ان شده الدافع دافعه ارخميدس تساوي شده الوزن السائل المزاح. دونك عطاونا التعبير ديال دافعة أرخميدس اللي هي غو كتلة الكتلة الحجمية للسائل فوا في، في هي سميتو الحجم ديال السائل المزاح اللي هو نفسه الحجم ديال الكرية، و جي شدة الثقالة. لتحديد قيمة السرعة اللحظية لمركز قصور الكرية، نستعمل كاميرا رقمية وعدة معلوماتية ملائمة. نحصل بعد معالجة المعطيات التجريبية على منحنى شكل جوج الذي يمثل تغيرات السرعة في جي بدلالة الزمن. دونك هذا المنحنى جوج هو كالتالي، هو هذا. دونك السؤال الأول، بتطبيق القانون الثاني نيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية لحركة جي تكتب على الشكل دي في جي سيغ دي تي زائد واحد على طو في جي كتساوي أ، محددا تعبير الزمن المميز طو، كنسميو هذا الزمن المميز بدلالة ك و ام، وتعبير أ ثابتة أ بدلالة جي و ام و غو و في. مزيان. دونك كنعرفو بأن باش نطبقو يعني قانون ثاني نيوتن كنحتاجو نتبعو بعض الخطوات، يعني بعض المراحل. المرحلة الأولى هي تحديد المجموعة المدروسة، في الحالة هي الكرية، هي هادي. المرحلة الثانية هي جرد الخوة. دونك المجموعة المدروسة اللي في هذه الحالة الكرية تخضع لوزنها بي اللي دافعة أرخميدس لأنها تتواجد في مائع، ولقوة الاحتكاك اف مطبقة من طرف المائع على الكرية. دونك هذوما القوى مطبقة على الكرية. كنمر المرحلة الثالثة تحديد المعلم. وهنايا معطى التمرين يعني في الأصل كيحدد لنا المعلم اللي غندرسو ولا غنستعملوه، دونك او جي مرتبط بمرجع ارضي اللي نعتبره غليليا. دونك حاجه مهمه بزاف هو ان المعلم كنقوم به بالدراسه خصو يكون غليلي لكي نتمكن من تطبيق قانون ثاني نيوتن في هذا المعلم. المرحله الرابعه هو تطبيق قانون ثاني نيوتن. لا سوم دي فورس مجموع القوى الخارجيه المطبقه على المجموعه المدروسه كتساوي الكتله ديال المجموعه المدروسه في متجهات التسارع مركز القصور من المجموعة المدروسة اللي هي الكرية. دونك عندنا ثلاثة القوى
بي زائد اف ا زائد اف كتساوي ام ا جي. دونك هذه معادله متجهيه ما تنفعناش بزاف، باش نستغلوها خصنا نديروا لها لا بروجيكسيون الاسقاط اللي هي المرحله الاخيره. المرحله الاخيره هي الاسقاط، غنسقطوا على محور، بما ان الحركه راسيه غنحتاجوا غير محور واحد، وغنسقطوا المعادله هذه المتجهيه على محور واحد اللي هو او جي او لا او اي. دونك بي عندها نفس الاتجاه متوازيه مع او جي، عندها نفس المنحه ديال المعلم، ف بي و اف او اف هما عكس الاتجاه ديال او لا عكس المنحه ديال المعلم، وبالتالي هنا كنديروا هنايا سين موان مو اف ا مو اف كتساوي ام اج. الاسقاط ديال اج جي على المعلم كيكون هو نفسه اج. دونك نعوض القوى بالتعابير ديالها، بي كتساوي ام جي، كنعرفوا ان بي الوزن، شده الوزن كتساوي ام جي. اف ا دفعت ار خميس عطاونا التعبير ديالها في المعطيات، دونك غو في جي، و اف عطاونا التعبير ديالها هي ك في جي. كتلاحظوا بان هنايا ما دارش واحد، عطاونا في التمرين موان ك في جي، ولكن هذيك موان حيت كاينه في العلاقه متجهيه باش تبين بان اف المنحه ديال اف هو عكس المنحه ديال في. ولكن كيف كتعرفوا قوة المنظم ديالها ديما كيكون موجب، وبالتالي المنظم ديالها هو ك في جي، حيت ك معامل يعني موجب، وبالتالي ك في جي المعامل او المنظم عفوا ديال اف هو موجب هو ك في جي. دونك ما كنحتاج انني ندرج ديك الناقص اللي كاينه في المعادله او اللي كاينه في التعبير المتجهي ديال اف. كتساوي ام، كنعوضوا ا جي دي في جي على دي تي كيف كنعرفوا الشقاق ديال في جي على بدلاله زمن دي. نقوم بعد الترتيب، دونك هنايا كنعملوا بجي، كنحصلوا على جي عامل واحد ناقص غو في. هنايا كنقسموا في المرحله الاوليه كنقسموا على ام، المعادله كلها كنقسموا على ام، دونك هنا على ام على ام على ام كتمشي هذه هنايا. دونك غتقوموا بها يعني في الى عاودتوها في الوثائق غتحصلوا على نفس التعبير. دونك دي في جي على دي تي زائد ك على ام، ك مقسوم على ام فوا في جي، وكنديو هذا للطرف الاخر، دونك جي عامل لي واحد ناقص غو في على ام. كنلاحظوا بان التعبير هذا كيشبه التعبير اللي بغاو منا اننا نوصلوا ليه ديال المعادله التفاضليه. دونك بالفعل كيساوي دي في جي على دي تي زائد واحد على طوب في جي كتساوي ا، مع وضع ا ثابته اللي هي هاد لو تيرم جي عامل لي واحد ناقص غو في على ام، و طو كيساوي ام على ك، مع وضع طو كتساوي ام على ك، وبالتالي كنكونوا وصلنا للتعبير ديال المعادله التفاضليه مع تحديد طو ثوابت طو و ا التعابير ديالها بدلاله البارامترات ديال الموضوع ديالنا. جيد، ثانيا حدد مبيانيا قيمة كل من السرعة الحدية في جي ليم و طو. فمبيانيا عندنا هذا المبيان وهذا السرعة الحدية كنحصلوا عليها عن طريق هذا يعني هذا الشكل هذا هو المقارب، دونك المقارب للمنحنى، يعني كنلاحظوا بان المنحنى يؤول الى واحد القيمه، يؤول واحد المقارب اللي هو كينطبق مع القيمه 0.5 اللي هي في جي ليم، يعني السرعه الحديه. دونك مبيانيا نجد في جي ليم كتساوي 0.5 متر بار سكوند. طو باش نحدو طو، طو ما هو الا الاسقاط ديال نقطه التقاطع المماس المنحنى عند تي تيكال زيرو مع المقارب، دونك هذه هي نقطة التقاطع. الإسقاط ديالها على المحور الزمني كيعطينا طو. هنايا إسقاط ديال النقطة عطانا على التدريجة الثالثة، باش نعرفوا القيمة ديال كل تدريجة شنو كنديرو، كناخدو هنايا 36 فيها جوج تدريجات كنقسمو على جوج كتعطينا القيمة ديال التدريجة وكنضربوها في ثلاثة باش نحصلو على طو. القيمة بهاد العملية كنحصلو على طو كتساوي 54 ملي سكوند. رابعا او عفوا ثالثا عفوا
أوجد قيمة كل من المعامل ك والثابتة أ. دونك نبداو بك. دونك نعلم أن طو كتساوي إم على ك، طو حصلنا عليها تجريبيا وإم عندنا في المعطيات، وبالتالي ك كتساوي إم على طو. تطبيق على ذلك كنوجدوا بأن ك كتساوي 0.37 كيلوغرام بار سكوند. كتلاحظوا بأن الوحدة حصلت عليها غير عن طريق يعني الاناليز ديمونسيونيل، التحليل البعدي، التحليل البعدي عفوا. دونك هنا ام بالكيلوغرام وطو بالسكوند، كيلوغرام بار سكوند. نمر دابا للثابته ا. دونك في النظام الدائم في جي السرعه كتساوي في جي ليم اللي كتساوي ثابته، وبالتالي الشقاق ديال في جي في النظام الدائم كيساوي الصفر، وبالتالي المعادلة التفاضلية في النظام الدائم تصبح هنا دي في جي على دي تي كتساوي صفر. دونك مشات في جي كنعوضوها في جي ليم كتساوي أ، هي ثابتة. دونك أن سيغ طو في جي كتساوي أ، ومنه أ. دونك عندنا تعبير ديال أ، في جي ليم عندنا حصلنا عليه عن طريق التجربة، و طو تا هو حصلنا عليه عن طريق التجربة حسبناه. دونك نقدرو نحسبو أ عن طريق تطبيق عليه، كنجدو أن أ كتساوي 9.26 متر بار سكوند كاري. كنلاحظو بأن أ عندها التعبير، عندها عفوا الوحدة ديال التسارع. دونك باش نحصلو على هاد الوحدة هادي، دونك عندنا السرعة على زمن، السرعة متر بار سكوند على السكوند اللي عطينا متر بار سكوند كاري. مزيان، جيد. رابعا، تكتب معادلة تفاضل حركة جي عدديا على الشكل التالي اللي مطلوب منا، احسب القيمة التقريبية لكل من التسارع أ3 والسرعة في 4 باعتماد طريقة أولير ومعطيات الجدول التالي اللي هو هذا. دونك بغاو منا نحصلوا على قيمة أ3 و في 3 باستعمال طريقة أولير اللي هما هادو. جيد، دونك نبداو بالقيمة ديال أ3. دونك عن طريق المعادلة التفاضلية كنعرفو بأن دي في على دي تي هي أ. دونك أ إي كتعني تسارع أ عند اللحظة إي، اللي كتساوي 9.26 ناقص 18.52 في إي. في إي هي هي السرعة في نفس اللحظة. دونك إلا بغينا نحسبو أ في اللحظة 3 كنعوضو إي بثلاثة. دونك أ ثلاثة كتساوي 9.26 ناقص 18.52 في في ثلاثة، و في ثلاثة عندنا في الجدول في ثلاثة هي هاد القيمة هادي اللي كتناسب مع أ3. بقيم تطبيق على ذلك كنوجدو بأن أ3 كتساوي 0.93 متر بار سكوند كار. نمرو الآن لتحديد القيمة ديال في 4. كنستعملو طريقة أولر. كنعرفوا بان في السرعه في اللحظه المواليه اي بلس 1 كتساوي ا اي التسارع في اللحظه اي في دلتا تي زائد في اي. دونك طريقه اولى كتسمح لنا باننا نقدروا نعرفوا السرعه في اللحظه المواليه عن طريق يعني معرفه التسارع والسرعه في اللحظه اي، في اللحظه يعني اللي كنتواجدوا فيها. دونك كنمشيو دقه دقه يعني إيتيراتيف، كتسمى طريقة يعني تكرارية إيتيراتيف. ودلتا تي هي خطوة الحساب، دلتا تي ما هي إلا المدة الزمنية التي تفصل خطوتين متتاليتين. نقدر نحسبها عن طريق الجدول ما بين هذا الزمن، ما بين هذه اللحظة وهذه اللحظة، أو لا ما بين هذه اللحظة وهذه اللحظة. كنحسبوه كنلقاو 0.005 سكوند. دونك باش نحصلوا على التعبير ديال في 4 كنعوضوا اي ب 3. دونك في 4 كتساوي هنايا ا 3 دلتا تي زائد في 3. ا 3 عندنا قمنا بالحساب ديالها، دلتا تي حتى هي حسبناها، و في 3 حتى هي عندنا في المعطيات. بقيم التطبيق العددي نجد ان في 4 كتساوي 0.161 متر بار سكوند. باش نتاكدوا بان القيمه ديالنا صحيحه كنقارنوها مع هنا الجدول. كنلاحظوا بان هذه القيمه هذه هي بالفعل منحاصره ما بين هذه القيم بجوج، وبالتالي
الجواب منطقي. إذا كانت القيمة لا ليست منحصرة ما بين هذه القيمتين، يعني كيبان بأن عندنا خطأ، لابد ما يكون عندنا خطأ في الحساب أو لا في خطوة من الخطوات. كنكونوا انتهينا بالجزء الأول، نمر الآن للجزء الثاني الذي يعنى بدراسة طاقية لمتذبذب ميكانيكي المكون من جسم صلب ونابض. ننمذج جزءا من آلة ميكانيكية بمجموعة متذبذبة أفقية تتكون من جسم صلب S، مركز قصوري J، وكتلته M، مثبت بطرف نابض أفقي، لفته غير متصلة وكتلته مهملة وصلابته ك 35 نيوتن بار متر. الطرف الآخر للنابض مثبت بحامل ثابت. نزيح الجسم S عن موضع توازنه بمسافة XM، مسافة XM، ثم نحرره بدون سرعة بدئية، بدون سرعة بدئية، فيتذبذب بدون احتكاك، دونك بدون احتكاك هنا فوق مستوى افقي. دونك بدون احتكاك يعني ان التذبذبات اللي نحصل عليه تذبذبات دوريه، لا يكون هناك لدينا ضياع للطاقه. تتم دراسه حركه مركز قصور جي في معلم او اي اللي هو هذا، مرتبط بمرجع ارضي نعتبره غاليليا. مزيان، وينطبق موضع جي عند التوازن مع اصل المحور او اي. دونك الموضع عند التوازن كينطبق مع الاصل ديال المحور ديالنا. نعلم موضع جي في الموضع في المعلم او اي عفوا عند اللحظه تي بالاصول اكس. ايوا نختار موضع جي عند التوازن اكس كتساوي الصفر، يعني في هذا الموضع هذا، مرجعا لطاقه الوضع المرينه. هذا المعطى هذا مهم بزاف، غادي نشوفوا علاش. تكتب المعادله الزمنيه حركه جي على شكل، دونك عطاونا التعبير ديال المعادله الزمنيه اكس اللي كتساوي اكس ام، اكس ام هي الوسع، في كوسينوس ديال 2 بي تي سور تي زيرو، تي زيرو هو الدور الخاص، زائد في وطور عند اصل التواريخ. يمثل اخيرا يمثل منحنى شكل 4، وهذا تغيرات افصول اكس بدلاله الزمن. نمر الأسئلة. أولا حدد كل من XM و T0 و في. دونك لأجل ذلك غنستغلو المنحنى. دونك مبيانيا نجد أن XM اللي هو الوسع، القيمة القصوية اللي كتاخذها يعني X، فهاد الحالة كتساوي 6 سنتيمتر، 6 سنتيمتر. T0 الدور الخاص، مدة الفاصلة ما بين تذبذبين أو المدة الزمنية لذبذبة واحدة، فهاد الحالة كنحصلوا على 0.5 سكوند. وأخيرا في، باش نحصلوا على في طور عند أصل التواريخ كنحدوها باستعمال الشروط البدئية. دونك شنو عندنا في الشروط البدئية؟ يعني عند تي تيكال زيرو شنو عندنا؟ عند تي تيكال زيرو عندنا إكس كتساوي إكس إم. دونك هنايا هذا هو التعبير ديال المعادله الزمنيه. دونك عند اصل التواريخ عند تي تيكال زيرو كنعوضو تي بزيرو، الى عوضنا تي بزيرو كنحصلو على اكس ام كوس في، كيمشي لنا هاد لو تيرم كيبقى لنا كوس في. طريقة من هاد المعادله كوس في كيساوي اكس زيرو على اكس ماكس، اكس زيرو على اكس ام. ومبيانيا نجد ان اكس زيرو اكس عند تي تيكال زيرو كيساوي اكس ام، يعني عند تي تيكال زيرو اكس كتساوي الوسع اكس ام كتساوي 6 سنتيمتر. نعوضو هنايا كنوجدو كوس في كتساوي اكس ام على اكس ام كتساوي 1. دونك القيمة اللي كتعطينا 1 بالنسبة لكوس هي 0، نعلم ان كوس 0 كتساوي 1، دونك وبالتالي في كتكون كتساوي 0، وبهذا نكون قد حددنا القيم ديال في تي زيرو و اكس ام. ثانيا اوجد قيمة او بي او 1 طاقة وضع المرينة للمتذبذب الميكانيكي عند لحظة تي 1 كتساوي 0.5 سكوند، دونك لانرجي بوتنسيال الاستيك 1 بمعنى عند لحظة تي 1. دونك نعلم ان التعبير العام لطاقة الوضع المرينة تكتب على الشكل 1 على 2 ك اكس او كاري بلس واحد لا كونستانت، واحد ثابتة، هو
وهذه الثابته هذه كنحدوها انطلاقا من مرجع للطاقه الوضع المرن. دونك باعتبار موضع التوازن اكس زيرو مرجع للطاقه الوضع المرن كيف ما كيقولنا التمرين. شنو كتعني هذا؟ كتعني بان عند اكس تيكال زيرو طاقه الوضع المرن كتساوي الصفر. هذا هو المعنى ديال مرجع للطاقه الوضع المرن. ومنه كنعوضوا في التعبير ديال العام ديال طاقه الوضع المرن. دونك اكس كنعوضوها بصفر زائد ثابته كتساوي الصفر، كتساوي الصفر، وبالتالي كنستنتجوا بان الثابته كتساوي الصفر. ومنه التعبير يعني الخاص او التعبير الاخير لطاقه الوضع المرن وعلى شكل ان دومي ك اكس ك. دونك بعد تحديد التعبير طاقه الوضع المرن غادي نحسبوا طاقه الوضع عند اللحظه تي ان. مبيانيا نجد ان عند اللحظه تي ان اللي هي 0.5 سكوند اكس كتساوي اكس ماكس. دونك عند اللحظه تي ان كتساوي 0.5 اكس كتساوي اكس ام كتساوي 6 سنتيمتر. كنعوضوا في التعبير ديال او بي او 1 دومي ك اكس 1 كاري كتساوي 1 دومي ك اكس ام كاري. كنوجدوا دونك باستعمال التطبيق العددي كنوجدوا او بي او 1 كتساوي 0.3 10 ناقص 2 جول. جول هي الوحده ديال الطاقه بصفه عامه. كتلاحظوا بان هنايا اكس اللي معطيه لي بالسنتيمتر ضروري خصني نحولها للمتر. كنضرب في هذه الحاله كنضرب 10 ناقص 2. ثالثا واخيرا احسب الشغل دبليو ا بي اف لقوه الارتداد عندما ينتقل مركز قصور جي من الموضع ا ديال اوف سول اكس ا كتساوي اكس ام الى الموضع بي ديال اوف سول اكس بي كتساوي موا اكس ام. دونك هنا مطلوب منا نحسبوا الشغل ديال قوه الارتداد اثناء انتقال الجسم من موضع ا الى موضع بي. دونك نعلم ان الشغل ديال قوه الارتداد كيساوي ناقص تغير طاقة الوضع المرن. كنعرفوا بأن التغير هو التغير ديال واحد المقدار، هو المقدار في الحالة النهائية ناقص المقدار في الحالة البدئية. في هذه الحالة هي طاقة الوضع المرن الحالة النهائية في الموضع النهائي اللي هو بي ناقص طاقة الوضع المرن في الموضع البدئي في الحالة البدئية اللي هي أ. دونك أو بي بي ناقص أو بي أ، وما ننساوش هنايا الناقص. كنعوضوا او بي او بي او بي او ا بالتعابير ديالها 1 دومي كا اكس بي كاري ناقص 1 دومي كا اكس ا كاري. كندخلوا هذا الناقص هذا، كندخلوا هذا الناقص كنحصلوا على هادو كيتقلب يعني لوغدغ ديالهم. غتولي عندي وغنعمل ب 1 دومي كا، غتصبح عندي 1 دومي كا اكس كا كاري اكس ا كاري ناقص اكس بي كاري. وكنعوض اكس ا و اكس بي بالقيم ديالهم. دونك اكس ا عوضناها باكس ام و اكس بي عوضناها بناقص اكس ام. طبيعة الحال الجذر كاغي يعني الاس اثنان ديال واحد المقدار سالب هو نفسه كيصبح مقدار موجب. دونك كتصبح عندنا اكس ام كاغي ناقص اكس ام كاغي اللي كتساوي الصفر، وبالتالي الشغل ديال قوة الارتداد كيساوي الصفر. وهذا يعني منطقي الا جينا نشوفوه. علاش؟ لان هذا الشغل اللي غنحسبوه من الموضع ا للموضع بي. كتلاحظوا بان الموضع ا هو اكس ام طرف يعني الحد الاول وموا اكس ام يعني الحد الثاني، يعني كيتسموا يعني الاطراف اطراف الحركه حدي الحركه. وبالتالي فالشغل في واحد الجزء من هذا لو تراجي من هذا هذه المسافه هذه كيكون موجب، الوغ كو الشغل كيكون سالب في الجزء الاخر. وبالتالي كيت كي كي من كنقوموا بالعمليه الجمع بيناتهم كيت انيولا بعضياتهم كتعطينا القيمه الصفر. دونك بهذا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال التصحيح ديال الموضوع الامتحان 2018. كنتمنى ان تكون الامور واضحه، ان تكون الاستفاده قد عمت، والله ولي التوفيق والسلام.